السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة أول مرة نعمل معاكم تحدي مع ساجد وسجع. التحدي بتاع النهاردة زي ما انتوا شايفين هما مغميين عينيهم، وهدوقهم حاجة من اللي موجودة في الطبق. هما ما يعرفوش إيه الحاجة دي غير لما يدوقوها أو على الأقل يشموها. النهاردة فايدة التحدي بتاعنا إن احنا بنقوي حاسة الشم وبنقوي حاسة التذوق، وكمان لو عندكم أكلة الأولاد ما بيحبوهاش ممكن تعملها لهم على هيئة تحدي، وفي نفس الوقت يتنفسوا وفي نفس الوقت يبقى الاكل مفيد. يلا بينا نبدأ التحدي. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. يلا بينا نبدأ التحدي. يلا افتح بقى يا ساجد، ما تقولش ايه ده غير لما اقول لك. طيب افتح بقى يا سجن. القطعه جت كبيره. عارف ايه ده يا ساجد؟ ايه يلا. اللي معاكي ايه يا سجا؟ رومي. برافو، جبنه رومي. برافو، افتح بقى يا ساجد. طيب استنى، افتحي بقى يا سجا. عارفه ايه ده يا سجا؟ ايه خيار. عارف ايه ده يا ساجد؟ ايه جزر. برافو، افتح بقى يا ساجد. افتح بقى يا ساجد. لا انا عارفه ده ايه ده. طيب انت عرفت ايه ده يا ساجد؟ ايه؟ قول بس ما تزعليش. قول. نسر. برافو، جبنا نسر. ايه اللي معاكي يا ساجا؟ نسر. برافو، يلا افتح بقى يا سجودي. افتحي بقى يا ساجا. ساجد انت عارف انت اكلت ايه؟ اكلت ايه؟ طماطم. برافو، انت عارفه انت اكلت ايه يا ساجا؟ اكلت ايه؟ جزر. برافو، افتح بقى يا ساجد. انا فاتحه، فاتحه بقي. ثواني يا ساجا، شلة بتيجي تديني. افتحي بقك. عارف ايه دي يا ساجد؟ جنة. ايه؟ جنة قديمة. برافو، وانت يا ساجا؟ نستو. برافو، لا افتح بقى يا ساجد. انا فاتحه. استني يا ساجا، كلت ايه يا ساجا؟ طماطم. برافو، كلت ايه يا ساجد؟ خيار. يلا افتح بقى يا ساجد. افتح بقى يا ساجا. عارف انت كلت ايه يا سجودي؟ ايه اكلت؟ جبنه. ها ما تقوليش. يلا جبنه رومي. برافو، انت كلت ايه يا سجا؟ حلاوه. شطوره، يلا افتحي بقك يا سجا. افتحي بقك يا ساجد. انت جايبه لي ايه؟ هتعرف دلوقتي لما تدوق. يلا افتح بقك، حاسب ايدك. انا عرفت ده ايه ده. طب استني، اكلت ايه يا ساجد؟ اكلت. ايه؟ اكلت حلاوه. شطور، برافو، اكلت ايه يا سجا؟ جبنه بدل القديمه. شطوره يا سجا. ودلوقتي التحدي خلص والاتنين متعادلين وعرفوا كل الحاجات دي. المره الجايه هنصعبها عليهم شويه، بس عشان دي اول مره قلنا نشوف. تمام، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتشيروا الفيديو عشان اصحابكم كمان يشوفوه، واكتبوا لنا في الكومنتات تحبوا المره الجايه نعمل ايه في التحديات. باي باي.